الرحمن الرحيم، أحب أوجه رسالة من أرض المعركة من هذا المكان إلى ذول الخونة علماء الدين مع احترامات الزيانين اللي قاعدين بأربيل ويصرحون اليوم ضد الحشد الشعبي وضد القوات الأمنية. يعني شنو ما يريدون المحافظة؟ ما يريدون المحافظة تأمن؟ شنو قاعدتهم بأربيل؟ خلي يجون هنا ويصرحون ونبتدي بيهم، مو قاعدين بأربيل وما نريد الحشد الشعبي، يريدون الأمريكان. ولكم الحشد الشعبي عراقيين وجايين يقاتلون من أجل هاي المحافظة، محافظة الأنبار. ولكم عيب عليكم، أنتم خاتلين وجاي من الجنوب يعني كاون ومضحي بنفسه ومضحي يعني بأغلى شيء عنده روحه، مضحي بيها من أجل سلامة المواطنين في محافظة الأنبار، وأنت جاي تصرح لي ضد لابس حمامة. ولكم مرة بريء منكم الدين وبريء منكم الإسلام. تعالوا هنا في أرض المعركة وشوفوا هاي الناس اللي جاي تنكتيل، شوف الناس الجاي تهجر، شوف الناس وين وصلت بها المراحل، قام تقعد حتى بالصحيات قبل نقول بالهياكل، هسه الهيكل بالنسبه للمهجر قصر، بالصحيات قامت تقعد مال المدارس. عيب عليكم. واللي صرحون من عمان ومن اربيل صار لهم من صارت المعركه لحد هذا اليوم هم مالهم مكان هنا. من انشالت الخيم كانوا مع المنصات راحهم هي الروحه، خلي يجون بارض المعركه ويسولفون. ومع احتراماتي للزيانين دولة ما يشرفوننا وما نقتدي بيهم وما نسمع سوالفهم، واحنا نقتدي بكل مواطن شريف يقاتل. اصغر واحد عندنا هنا يقاتل يسوى للشيوخ واهل العمايم اللي يصرحون من الخارج، هم يعرفون انفسهم، ما حاجه نشخص، وشخصنا اسمائهم اكثر من مره، بس كرامه ما عندهم. وغندال باعهم المحافظ، اللي يبيع المحافظ ايش دوره؟ يعني باع عرضه وباع عرضه وباع شرفه، يعني اذا يشوف عرضه بالشارع عنده عادي، لان باع الوطن، باع محافظته. عيب عليكم، استحم شويه، ظلوا منهزمين، بعتم المحافظه ما يخالف، اخذتم فلوس ما يخالف، خلوا هاي الناس الشرفاء، يا الناس يا المقاتلين، خلوا هاي الناس واقفه وتقاتل، هاي الحشد الشعبي اللي تسولفون عليه اشرف منكم، بسطال الجندي العراقي والحشد الشعبي، وكان من يكون ما دام ماجر بارض المعركه ضد الخوارج ضد الدواعش فهو يشرفهم ويشرف عمايمهم مع احترامات العلماء الدين الصحيح اللي وقفهم ويانا ومعروفين. كان سعيد اللافي، سعيد اللافي وتاريخه معروف، كلها واقفه وراه، من يسولف سالفه كلها تقوم تقمز وراه. وين سعيد اللافي؟ قاعد بتركيا لابس برمودا وصيد سين اللي لبى